قوات النظام تسلم دائرة النفوذ في يبرود بريف دمشق قائمة ب30 معتقلا قضوا في سجونها. وكانت قد أبلغت سجل المدني في داريا بأن 1000 شاب من شباب المدينة قضوا في السجون. انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة 5 أشخاص في مدينة سرمين، ومجهولون يستهدفون سيارة تقل مجموعة لهيئة تحرير الشام بقنبلة يدوية في مدينة سرمدة بريف إدلب، ما أسفر عن إصابة عنصر من الهيئة. رأس النظام بشار الأسد يعلن نيته القضاء على متطوعي الدفاع المدني الخوض البيضاء الذين رفضوا تسليم أسلحتهم، حالهم كحال الإرهابيين، ويقول إن هدف جيشه محافظة إدلب بعد الانتهاء من تحرير جنوب البلاد. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم وتسيطر على أجزاء من منطقة الروضة في بادية دير الزور الشمالية الشرقية بعد معارك ضد تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي. حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء تعلن النفير العام والاستعداد للدخول في الحرب ضد تنظيم الدولة، وتتهم في بيان لها نظام الأسد بالتخاذل عن حماية المحافظة. التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يعترف بمقتل 1059 مدنيا بضرباته العسكرية على سوريا والعراق منذ شهر آب عام 2014 وحتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري.